أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الحوار. ألقى الرئيس الصيني شي جين بين كلمة التهنية عشية السنة الجديدة 2022، وهي السنة التاسعة على التوالي التي وجه فيها الرئيس شي كلمة إلى الأم. إذن ما أهم ما جاء في كلمة الرئيس شي، وما هي الأحداث التي تركت أثرا في ذاكرة الصينيين؟ مشاهدينا نبدأ الحوار بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج الحوار، ويسعدنا أن نستضيف اليوم السيدة لي يوان تشين، خبير في شؤون دولية. أهلا بكم سيد لي. وأيضا السيد لطفي مقدم، إعلامي جزائري مقيم في الصين. سيد لطفي مرحبا بكم. مرحبا بكم. الآن سنبدأ الحوار مع أستاذ لي. أستاذ لي، يعني شاهدتم كلمة التهنئة التي ألقاها الرئيس الصيني شي جين بين. استعرض الرئيس شي في بداية كلماته يعني أهم الأحداث في عام 2021، وهذه الأحداث شكلت نقطة فارقة في تاريخ جمهورية الصين الشعبية وأيضا في الحزب الشيوعي الصيني. وقال هذا العام، يعني العام الماضي، ذو أهمية استثنائية. فما فهمكم لهذا القول؟ فعلا بكل صراحة، كما تكلمت، عام 2021 التي مضت عام ليست بسيطة، وهو عام يكتسب دلالات استثنائية، فيه أحداث كثيرة كبيرة تكتسب أهمية المعالم في تاريخ الحزب والدولة، حيث يتلاقى الهدفان المئويان للكفاح بشكل تاريخي، وانطلقنا المسيرة الجديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل. طبعا في السنة الماضية 2021 من الصعب أن نستعرض كل الأحداث بدقة وبتفاصيل. تم اعتماد القرار التاريخي الثالث للحزب، هذا مهم أيضا في تاريخ الحزب الذي امتد أكثر من 100 سنة. الخبرات من 100 سنة تلهمنا أن النهضة العظيمة للأمة الصينية لن تكون سهلة، والطريقة المؤدية إليها لن تكون ممهدة، لا يمكن تحقيقه ولن يمكن تحقيقه في فترة قصيرة. فالمطلوب منا يجب أن تمسك دائم بالنظرية البعيدة المدى والبقاء على اليقظة حتى في أيام طمأنينة، أيام الأمن والسلام، والحفاظ على الصمود وصبر استراتيجيين. هذا الثاني هو عقدت الدورة السادسة للحزب، هذا ثاني. الثالث تخلص الصيني من الفقر بشكل على نحو شامل، هذا أعلنت الصين انتصارا شاملا في المعركة ضد الفقر، وأكملنا هذه المهمة الشاقة المتمثلة في القضاء على الفقر المدقع. وهذا ليس معجزة صينية فحسب، بل إنها مساهمة كبيرة في مشروع الحقل من الفقر في العالم والتنمية العالمية. هذا الفقر دوره ونفوذه لا تقتصر على عموم الصين فقط، بل انتشر نفوذها إلى ومساهمتها إلى العالم، إلى كل دول العالم، خاصة الدول النامية. فعلا العام الماضي حافل بالأحداث المهمة بالنسبة للصين. نعم، الآن لننتقل إلى أستاذ لطفي. أستاذ لطفي، مثل السنوات السابقة، كلمة الشعب يعني هي محور كلمة التهنئة التي ألقاها الرئيس شي جين بين. وقال يعني الرئيس شي، هنا أقتبس، يكون هناك أولويات في دولة كبيرة، ويكون الكم الهائل من شؤون البلاد متعلقا بكل أسرة في نهاية المطاف. فبرأيكم، ما هي المشاكل التي حلتها الصين لعامة الناس في العام الماضي؟ يجب أن نعرف بأن منذ تأسيس دولة الصين الجديدة، الآباء المؤسسين للصين وضعوا في قلب
كل السياسات التي اتخذها الحزب، الشعب، العائلة والمواطن الصيني، يعني كل الدفع الذي تم منذ سنة 1949 كان متجه من أجل تحسين حياة الشعب والمواطن الصيني لكي ينعم ويسعد في حياة يعني رغدة وتكون الحياة سهلة للجميع. يجب أن نعرف من هذا المنطلق كما تفضلتم بذكره قبل قليل، الصين حققت، كانت أول دولة تحقق يعني الأهداف الإنمائية ل 2030، وهو بالقضاء على الفقر المدقع، وأيضا السماح للمواطن الصيني بأن يتمتع بكل حقوقه، والحقوق تتمثل في التعليم، في الصحة، في التقاعد، في أن تكون لديه يعني الوصول أيضا إلى المعلومة وإلى كل جوانب الحياة في السكن. فنرى بأن المراحل التي والخطط الخمسية التي تم وضعها منذ إنشاء جمهورية الصين الحديثة تم الوصول إليها، وكان هذا على حساب محور زمني محدد، وهذا ربما ما يجب يعني نحن كأجانب أن نستخلصه من العبرة الصينية، لأن العبرة الصينية كانت لديها رؤية ثاقبة، رؤية طويلة المدى من أجل الوصول إلى هذا. لو بعد الأشياء التي تحققت، لو نريد أن نتكلم عن 2021، من هي الدولة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تحمي روح مواطنيها من جائحة كوفيد-19؟ الصين كانت أول دولة تتألم بهذا المرض، لكن الصين كانت أول دولة تخرج من حالة هذا القلق أو من حالة هذا التوتر، وهذا لأن في المقام الأول كل الإجراءات وكل السياسات التي وضعتها الصين كانت تتجه في هذا السياق، في هذا الطريق، وهو كيف نحمي المواطن الصيني والشعب الصيني من هذه الجائحة. وأيضا عندما نذهب إلى قطاعات أخرى كما قلت، قطاعات إنمائية مثل التعليم، مثل الصحة، مثل أيضا الوصول إلى التكنولوجيا الفائقة، فنلاحظ بأن المواطن الصيني ينعم بكل هذه الامتيازات. اليوم المواطن الصيني ينعم بال5G بالجيل الخامس، ينعم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ينعم بالحوسبة السحابية أو بالآي كلاود، وكل هذه التطورات والخروقات يستعملها المواطن الصيني. لكن لو نذهب مثلا، لو نعمل مقارنة بسيطة بين دول متقدمة، بسبب حسابات مالية واقتصادية الكثير من الدول المتقدمة لم تستطيع حتى أن تغير شبكتها الهاتفية من الجيل الثالث إلى الرابع أو من الرابع إلى الخامس، وهذا فقط لأسباب مالية، لأن في الوضع هناك أنهم كيف أنهم سوف يتحصلون على الفائدة أولاً وقبل كل شيء، وهذا هنا الاختلاف. وأيضاً نلاحظ بأن يعني كأجانب نعيش هنا في الصين منذ سنوات، نرى بأن الصين يعني منذ السنوات الأخيرة استطاعت أن تحترم هذا الأجندة أو هذا المحور الزمني الذي من خلاله اليوم هي ترسم يعني أجمل لوحات لهذا التشارك، لهذا التعاون، الاستفادة، وأيضا لحياة المواطن ووضع الشعب في المركز الأول من كل السياسات ومن كل القرارات السياسية التي يتم اتخاذها على جميع المستويات، من مستوى رئيس الدولة أو الأمين العام للحزب إلى المسؤولين في المقاطعات وفي الوزارات وفي الشعب القطاعات أولا. وأيضا الشعب حتى في المقاطعات. فهذا أمر صيني محض يعني، وهذا ما يجب، ربما أقول يجب أن نتعلم منه كيف يكون القرار يأتي من سدة الحكم ليصل إلى أخفض المستويات في المقاطعات شكرا. وفي القرى، وهذا أمر مهم جدا. شكرا لكم. الآن ننتقل إلى أستاذ لي. أستاذ لي، قال الرئيس الشي: جئت أيضا من الريف ولدي تجربة شخصية حول الفقر، وأظن أن العديد من المشاهدين لا يعلمون حياة الرئيس الشي في الريف، فهل بإمكانكم أن تعرف المشاهد بهذا التاريخ من رئيس الشي في الريف وأهميتها بالنسبة للحرب الصينية على الفقر المدقع؟
نعم، حسب ما عرفت من المعلومات أن رئيس الشي كان قد نزل إلى قرية ليانجيا تابعة لمدينة يانان لمقاطعة شانشي. طبعا مدينة يانان معروفة بوجودها كقاعدة ثورية قبل تحرير، هذا في عام 1969 كان رئيس الشي نزل إلى هذه القرية للعمل والحياة مع الصفوف الفلاحين هناك. كان معه مجموعة من شباب من بكين، طبعا هناك أي مجموعة كبيرة أو عدد كبير من الشباب الذين ترك حياتهم في المدن الكبرى ونزل في الأرياف للانضمام في صفوف الفلاحين في تلك الفترة. فطبعا صار عند شي تجربة أكثر من 7 سنوات، حتى عام 1975 كان رئيس مرشح لدخول الجامعة، جامعة تسينغهوا، لإكمال دراسة هناك. ف7 سنوات وفر الخبرة والتجارب النادرة لرئيس الشي شخصيا، من ناحية التجربة ومن ناحية الشعور والاحتكاك مع الفلاحين العاديين. فذاك مرة أنا رأيت كان زيارة رئيس الشي لتلك القرية التفقدية، وتكلم مع الفلاحين الذين كانوا معه في تلك الفترة، يقول أنني مع أنني غادرت القرية وغادرتكم، ولكن قلبي لا يزال يبقى معكم. أنا متأثر جدا اليوم لأراكم اليوم، وأيضا مسرور جدا بحالة حياتكم في الآن، ومتأثر، وأيضا تكلم أشياء كثيرا حول المشاعر العزيزة مع الفلاحين في تلك الفترة. كما أيضا قد أستاذ لي، تم أستاذ لي، تغطية الأخبار. نعم هل هذه التجربة الشخصية النادرة للرئيس الشي أثرت على نعم فكره حول مكافحة الفقر؟ نعم هذا مهم، لأن يعني استمر هذا، ممكن نقول قضية أو مكافحة الفقر أكثر من 8 سنوات، هذا ابتداء من 2012 حتى الآن، حتى سنة قبل الماضية 2020، هذا تخلصنا من الفقر مبدئيا وانتصرنا على نحو الشامل في مكافحة الفقر، خاصة الفقر المدقع. فهذا أيضا تجربة قد أثرت على روح القيادة في رأس الشيء أيضا، على ما أظن شخصيا، لأنه هو يعرف ما هي كانت الأوضاع للفلاحين في تلك القرية. ممكن نقول القرية ليانجياخ كان تعتبر صورة مصغرة لحياة وأحوال الفلاحين لعموم الصين في ذلك الوقت. فريس شي عرف من يعني رؤية الأحوال مباشرا، وأيضا عرفهم حياتهم، عرف عملهم. على مثال مثل هذه القرية في مقاطعة شانشي، فهذا خلال أكثر من 8 سنوات قد تغلبنا ونجحنا في هذه المكافحة، وأيضا قد تخلص أكثر من 100 مليون سكان من عدد سكان الصين من الفقر، قد تجاوز. وأيضا أتممنا المهمة قبل 10 سنوات للمهمة التي وضعته الأمم المتحدة للتخلص من الفقر في عموم العالم. أنا الآن أتذكر أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الشي في دورة 19 للحزب اللجنة المركزية للحزب الصهيوني، لابد من ضمان التخلص من الفقر في الأرياف الحالي، فضمان، وهذا قد تحقق حقيقيا حقيقيا. فهذه القضية نجحنا، ممكن نقول هي تعتبر مساهمتين، مساهمة داخلية للصين ليجعلوا الفلاحين الذين كانوا يعيشون
نعم في وضع الفقر وتخلف تخلص من هذا الوضع وأصبح دخول في مجتمع رغيد. هذا الأول، هذا الداخلية. أما الخارجية أيضا هذا هو في المساهمة كبرى في قضية التخلص من الفقر في العالم. هذا اثنين مساهمة واثنين تغيرات أيضا، تغير شكرا الواقعية لحياة شكرا أستاذ لي ومستوى أستاذ لي المعيشة شكرا هذا طبعا، أستاذ لي وفي نفس الوقت أي من ناحية روحية، وإلى جانب ذلك أستاذ إثبات لي حكمة الحزب في تسمعني؟ الأرياف. نعم تفضلوا. نعم تسمع. بسبب ضيق الوقت الآن يمكن أن نقول أن الصين تخلصت من الفقر المدقع، ولكن الفقر ما زال موجودا في كل أنحاء البلاد، وأمامنا الطريق نعم طريق طويل لمكافحة الفقر. والآن أستاذ لي وسيد لطفي، الآن لنستريح قليلا ثم نواصل الحديث بعد الفاصل. مشاهدينا نعود لكم بعد الفاصل، نرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج الحوار التي تناقش كلمة التهنئة التي ألقاها الرئيس شي جين بينغ عشية عام 2022. الآن سنواصل الحديث مع ضيفينا سيد لطفي والسيد ليونشين، والآن نبدأ مع سيد لطفي. أستاذ لطفي، أشار الرئيس الشي إلى أشياء كثيرة في كلمته، مثل النهر الأصفر وأيضا نهر يانزي وبحيرة تشينغهاي وأيضا نهر يارو زامبو ومشروع، بالإضافة إلى مشروع نقل المياه من الجنوب إلى الشمال، وأيضا رحلة قطعان الفيل، وأيضا هجرة الظباء التباتية. فماذا ترون من هذا حول فكر رئيس الشي لبناء الحضارة الإيكولوجية؟ منذ اعتلاء رئيس شي جين بينغ لسدة الحكم في الصين لاحظنا ذلك الحس الموجود عند رئيس شي، وهو حس كبير للبيئة، فهو رجل يهتم بهذا الموضوع كثيرا، حتى في زيارته الميدانية في كل مرة هو عندما يزور المناطق الداخلية في الصين يؤكد على التناغم بين الإنسان والطبيعة. وحتى أنه استعمل كلمة مفتاحية في خطابه، قال فإن الطبيعة سوف ترد للإنسان ما يعطيه لها، وهذا أمر مهم جدا. يعني نرى ذلك الوعي الإيكولوجي لدى رئيس شي. يجب أن نؤكد على شيء أيضا، شيء مهم، نجاح قمة باريس للمناخ أو ما يعرف بكوب 21 كان فيه الدور الكبير للرئيس شي جين بينغ الذي انتقل شخصيا إلى باريس وقام بإعطاء الفرصة لنجاح هذه القمة، وهو بالمضي قدما من أجل بناء تطور ومستقبل مشترك للبشرية مستدام. فنلاحظ بأن هذا الحس البيئي أو الإيكولوجي لدى الرئيس شي نلاحظه في كل القرارات التي يتم اتخاذها، وحتى أيضا في السياسات الداخلية التي تتخذها الصين، وعلى رأسها الحياد الكربوني وذروة الكربون، لأن بأن الصين مخطط الصين أنها وضعت يعني حاجز بسيكولوجي أو حاجز بأن الذروة تكون سنة 2030 ويكون الحياد الكربوني سنة 2060. نلاحظ بأن الفترة قصيرة جدا، هي حوالي يعني 3 عقود فقط، لكن الصين تمضي قدما من أجل تحقيق هذا. وأيضا القرارات ومشاركة الصين وانخراطها في كل الجمعيات وكل القرارات العالمية التي تتخذ، سواء كانت في الجي 20 في مجموعة العشرين أو على المستوى الإقليمي أو أيضا على المستوى الدولي، فهي دائما تهتم بهذا. ونلاحظ أيضا أن الصين تقوم الآن ببناء
الصين أصبحت لها أكبر سوق للطاقة المتجددة في العالم، وهذا بشهادة كل المؤثرين في العالم، حتى بشهادة المدير العام لمنظمة الطاقة المتجددة الدولية فرانسيسكو، الذي قال دائما بأن الصين استطاعت تحقيق اختراقات، وتعتبر اليوم هي قاطرة لهذا التغير، لهذه التنمية المستدامة، حتى من حيث هيكلها، إعادة هيكلتها الاقتصادية. وضعت الصين في هذا الاقتصاد الجديد المدعوم بالابتكار والمدعوم بالصناعة ذات القيمة المضافة، وضعت التنمية المستدامة وحماية البيئة كجزء لا يتجزأ من هذا التطور. نعم أستاذ لطفي، قد عشتم في بكين لسنوات طويلة، هل لمست أي تغير إيجابي في البيئة أو في طاقة المتجددة؟ نعم، أنا يعني كمواطن كأجنبي قاطن في بكين منذ سنوات، أنا أتذكر مجيئي إلى بكين كان يصادف دائما ما يعرف بالسموغ أو الضباب الدخاني، لكن في السنوات الأخيرة أو منذ سنة 2010، منذ سنة 2012 إلى اليوم، لاحظنا بأن سماء بكين أصبح أزرق، وأيضا نلاحظ أيضا يعني كمواطنين عاديين المناطق الإخضرار مدينة بكين، وكل الحدائق الخضراء التي تم بناؤها، وكل المناطق المحاطة ببكين التي هناك حملة كبيرة لإعادة تشجير المدينة. فنلاحظ يعني حتى يعني استعمال الطاقة، الآن نلاحظ أن هناك استعمال أعمال الطاقة النظيفة على جميع المستويات في الأحياء وحتى في الشركات الكبيرة، يعني هناك إعادة تقنين واستعمال جيد لهذه الطاقة للمحافظة على البيئة. فأنا أظن بأن الصين قطعت اليوم شوط كبير يجب دائما أن يحتذى به، خاصة بالنسبة شكرا. للدول التي تسير في طريق نفس التنمية شكرا أو لكم. الدول التي تتطلع إلى التنمية، فهناك درس يسمى الدرس الصيني. شكرا لكم أستاذ لي أو أستاذ لطفي. الآن لننتقل للأستاذ لي. أستاذ لي، في الوقت الحالي الوباء لم ينتهي بعد، وقال الرئيس الشي إن الصين قدمت ملياري جرعة من لقاح كورونا ل 120 دولة ومنظمة دولية حتى الآن، فكيف تعلقون على الروح المسؤولية التي تتحلى بها الصين في المعركة العالمية ضد جائحة كورونا؟ وفي هذه المعركة العالمية لمكافحة انتشار كورونا، كانت الصين من الأول حتى الآن تتحمل مسؤولية كبرى كدولة كبيرة ودولة صديقة أمام العالم. فمنذ البداية كان موقف الصين يتمتع بانفتاح وشفاف والعلمية والمسؤولية، مما قد قوبل بترحيب وتأكيد وإعجاب من قبل منظمة الصحة العالمية عد مرارا وتكرارا. كانت الصين قد سبق لها أن قدمت مساعدات ومساندات ماليا وماديا، حتى أرسلت عدد أكثر من 30 فرقة طبية لمساعدة الدول الأخرى لمكافحة انتشار الكورونا، مما قد أدى مسؤولية الإنسانية أمام العالم، وأرسل أيضا المواد الطبية لمكافحة الكورونا إلى أكثر من 150 دولة أو المنطقة. وحتى الآن الصين تستمر في هذا العمل الإنساني الجميل. طبعا الآن مرحلة مكافحة كورونا دخلت مرحلة جديدة، فأمام العالم مسؤولية مشتركة أيضا. قد يكون انتشار وباء أو وجود الوباء كوضع دائم في المستقبل، فيجب أن يكون هناك تضامن كامل لجميع الدول، وأيضا يجب أن نتعاون كل تعاون في مكافحة الكورونا لتبادل الخبرات والتجارب، وخاصة النتائج العلمية
في مكافحة الكورونا. فكل هذه الخبرات والتجارب والعمليات والأعمال الجميلة للصين ممكن يأخذها الدول الأخرى ويستفادها. ففعلا العالم الآن تعتبر مجتمع ذات مسير مشتركة، وأيضا أمام انتشار الكورونا أصبح مجتمع العالم مجتمع مسير مشتركة، مسير المشتركة الصحي أيضا. يجب أن نفهم هكذا، يجب أن نتضامن ونتعاون كل تعاون لمواجهة هذا أستاذ لي، التحديات غير تقليدية. أستاذ لي، فمعناه أمامنا مهمة شاقة، ولكن عندنا عزيمة وثقة أستاذ لي، كاملة انتصار عليه. نعم أستاذ لي، في الصين لم ينتهي الوباء حتى الآن. الآن هناك وباء أو بؤرة وباء في بعض المدن الصينية الآن، مثل شيئان، مدينة نعم شيئان. هل تعتقد أن نعم الصين سوف تتجاوز هذه الأزمة الحالية؟ بالتأكيد، لأن الإجراءات عندنا ضرورية ونافعة حسب تجربتنا سابقا في عدة مدن وفي عدة أماكن. فطبعا هناك إجراءات من القيادة العليا، هناك في تخطيط شامل وتخطيط والإجراءات حكيمة. أما الحكومات المحلية ينفذ كل الأوامر والتعليمات بصورة شاملة على تنفيذ هذه التعليمات والإجراءات. أما بالنسبة للجماهير يتمتعون بالوعي كامل للاستجابة للنداءات وأيضا التعليمات من القيادة من الحكومة. فهذه المستويات الثلاثة ممكن نقول الحكومة المركزية والحكومات المحلية وصفوف الجماهير العادية. وهذه المستويات الثلاثة تتضامن مع بعض كقوة واحدة، فلابد أن ننتصر على انتشار الجائحة مرة أخرى وننتصر نحقق انتصارا شكرا. نهائيا. نعم نعم، شكرا شكرا أستاذ لي وأستاذ لطفي مقدم. بسبب ضيق الوقت علينا أن ننتهي من هذه الحلقة من برنامج الحوار، ونتمنى النجاح والتوفيق للصين ولكل دول العالم في العام الجديد 2022. شكرا جزيلا على مشاركتكما، ومشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة.